ساهم منع التجول في التقليل من تلوث الهواء، حيث تناقلت وكالات الأنباء العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي صورا تبين انخفاض معدلات التلوث. للحديث حول هذا الجانب تنضم إلينا من كورنيش الخبر مراسلة الإخبارية الزميلة هدى الغامدي. مرحبا هدى، يظهر أنك طلعتي مبكر اليوم للبحث عن هذه الأجواء والتأكد من أن البيئة جيدة. حدثينا عن الصورة الآن، وهل نستطيع نرى برج حمد في البحرين؟ يعني صحيح، نستطيع أن نرى البديع من هنا. كما تفضلت جبريل، تناقلت وكالات الأنباء العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي صورا حية وصور الأقمار الصناعية تبين انخفاض معدل التلوث في الهواء. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا المهندس طلال الرشيد، المستشار البيئي ورئيس جمعية أصدقاء البيئة هنا في المنطقة الشرقية. بداية يسعد مساك مهندس طلال ويعطيك العافية. لو تبين لنا، أو كما تفضلت، هل بالفعل تؤثر حركة المرور والنشاط البشري على انخفاض معدل التلوث في الهواء؟ بسم الله، الله يعطيكم العافية على القناة الإخبارية، على هذا البرنامج، تسليط الضوء بالذات على التلوثات اللي تصير. فعلا الكلام صحيح، العوادم السيارات هي تأثر على الغازات عندنا الخارجة من المصانع ولا من السيارات، تأثر على الجو وارتفاع نسبة درجة الحرارة فيها. ولله الحمد يعني خلال الفترة هذه نشوف انخفاض فيها يعني لدرجة كبيرة صراحة، أفضل من السابق. قلة الحركة اللي صارت، المصانع صارت الجزئية العمل فيها جزئي، بعض المنشآت تعطلت عن العمل، استوقفت عن عملها، وسبب في انخفاض في الاستهلاك من الطاقة، وهذا يخفف علينا من التلوثات. مهندس طلال، ما هي أبرز ملوثات الهواء ومدى خطورتها على الإنسان؟ والله شوفي، الأساسية في بعض الغازات المؤثرة، مثلا أول أكسيد الكربون، غاز أول أكسيد الكربون هو مؤثر على الإنسان، هذا لا له رائحة ولا له طعم ولا له لون، يجي دايركت على رئة الإنسان، فهذا قاتل، يسمونه القاتل الصامت. عندك أكسيد النيتروجين عبارة عن الغازات، بعد إحدى الغازات هذه اللي تتم قياساتها على طول، وهي تؤثر على الدورة النيتروجينية على المجتمع وحياة الإنسان. عندنا ذرات الغبار المتطايرة بين اللي تشوفون في عندنا بي ام 10 وبي ام 2.5، هذه لا ترى بالعين المجردة، وهذه تؤثر على الإنسان اللي عنده ربو، اللي عندهم أزمات، هذه الغازات هي تأثر عليهم. عندنا بعد طبقة الأوزون تتأثر من الشيء هذا، فطبقة الأوزون دائما هي الحامية للإنسان عن أشعة الشمس. فلله الحمد احنا حسب الاخبار اللي نشوفها المتداوله حاليا في القطب الشمالي، فطبقه الاوزون حدت من التوسع اللي فيها، فهذا من قله التلوثات اللي موجوده. فعندنا شيء الاخير، غاز ثاني اكسيد الكربون، هي الغازات هذه المؤثره، وبعض الغازات هي المؤثره اكثر شيء، وتكون عليها القياسات دوليا ومحليا على الغازات. غاز ثاني اكسيد الكربون مؤثر على صحه الانسان، ولله الحمد كل هذه الغازات خفت عندنا خلال الفتره هذه الماضيه، ولله الحمد ان شاء الله الله يدوم علينا على طول. حضرتك كمهتم بالشان البيئي، ما هي الطرق التي تحد من خطوره التلوث، خاصه بعد قرار رفع مثلا الحظر؟ والله احنا نتمنى صراحة من المواطنين والمقيمين، يعني هم يعتبرون أزمة الكورونا هي نعمة من رب العالمين، فناخذ منها درس، حتى لو صارت عندنا ثقافة وتوعية فيها الحد من التلوثات اللي موجودة، شنو النمط اللي كنا نمشي فيه أثناء الحجر، احنا نستمر عليه للحفاظ على البيئة لنا والأجيال القادمة، والحفاظ عليها ونخفف من الغازات المستخدمة. يعني احنا اتضحنا في أشياء يعني كانت هامشية نشتغل فيها، حاليا لا، فالوضع الحجر علمنا نطلع للضرورة القصوى، فأعتقد أن حافظنا على البيئة، استخدمنا السيارات ولا الأجهزة ولا المعدات ولا المداخن الصناعية اللي تكون موجودة عندنا، قلت منها وقلت من عندنا التلوثات. طب حنا كمجتمع مدني وكمؤسسات وجمعيات تهتم بالبيئة، كيف نستطيع المساندة مع الدولة للحفاظ على يعني من التلوث؟ والله شوفي، الواجب على المجتمع المدني واجب كبير، ودور لازم تكون فيه كبير، ومساعدة للدولة. الدولة ما قصرت في كل حاجة، عطت هيئات لكل حاجة، فاحنا اللي باقي علينا كمجتمع مدني ولا جمعيات هي التوعية والحفاظ على البيئة ونشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع تكون مستمرة، مو بس في الأزمات، فلازم دورنا حنا يكون مستمر ونشارك معهم فيها، ونعمل عملية التوعية هذه تكون مستمرة، يعني ما تكون بس إنه مؤقت، فهذا دورنا لازم يكون مستمر على طول فيها إن شاء الله. طيب.
طيب يا هدى، تتوقع في قادم الأيام ممكن يكون في نداءات مثل يوم الأرض إنه كوقف منع التجول، وقف المصانع، وقف السيارات للحفاظ على البيئة، تتوقع؟ والله أتوقع الشيء هذا، لأن أعتقد الأزمة هذه أعطتنا درس، والدرس هذا أعطانا هو التوعية، والتوعية ما دام شفنا الغازات صارت فيها انخفاض، تلوثات قلت عندنا، فأنا أعتقد في المستقبل يوم الأرض ولا غير من المناسبات البيئية تكون في توعية فيها، وراح تساهم، أنا أتوقع راح تساهم الأفراد والصناعيين والتجار، راح كلهم يصانون في هذا ومساهمة مع الدولة لتخفيف من هذه الغازات السامة المضرة علينا كبشر. طيب هدى رشيد، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه، شاكر لكم انا جدا، ما قصرتم. نعم جبريل معك. انا الحقيقه هذا الكلام كلام منطقي من المهندس حول تاثر البيئه بعدم وجود السيارات، لكن ماذا عن هياط وسائل السوشيال ميديا الذين يتيحون الفرصه انك كنت على كورنيش الخبر تشوف واحد من ابراج لندن يعني؟ ما كان ودي تسألين المهندس على كل حال، بدأت على يتحل. شكرا هدى، البدر المسائي ممكن نشوف احنا ترى انوار البديع من هنا، اي لكن لا يمكن تشوفون لندن يعني. على كل حال شكرا هدى، شكرا لك ولضيفك، ممكن في قادم الايام ما تدري. ان شاء الله، شكرا لك يا هدى ولضيفك، شكرا لمراسلة الاخبارية من كورنيش الخبر الزميلة هدى الغامدي.